الحين جاء متوجهين ان شاء الله لليوم ويلا بنركب. أشرب هذا أعطوني طاقة شوية. أحلى شيء إنه تشوفون الشمس. المهم أنا أزين شيء ما في بروتين ولا لاكتوز فأخذت على طول. خصنا الشوكليت قلت يا سلام. بس وصلنا الحين وطار اليوم باقي ما دخلنا يعني بس بالبداية شوية شمس مرة بشكل مو طبيعي. الحل كذا مع الشمس يا جماعة مرة حر الحل كذا. Hi guys, welcome back. حر من الحر ما أدري شو أسوي. شوفوا الحين راح نخرع يلا والله حلوه والله حلوه هو اللي قبل لا والله خفت طلعت حلوه الشيء اللي قاعده ادوره من يوم ما جيت شوفوا يا هاي رايح اتعشى الحين مدري من كان رجل